بين المدينة والبلاد. المدينة سيدي القتيلة عندهم كيف لما ضرب طيح بغيا بغيا تسمع فلان قتل فلان وفلان ذبح فلان. هاني انا واحد النهار كنت في المدينة جالس في القهوة إلا سمعت واحد قال لصاحبو قال له شتي داك خينا ديال البارح اللي قلع عليا العفة. قال له صاحبو يا عرفتو مالو؟ قال له راني ذبحت لخلا هو وداك اللي كان معاه. قال له صاحبو الرجلة قلت امي انتي مال عاد ومال هو تيهضروا على الذبيحة ديال بنادم بحال كيهضر على ذبيحة العيد. يا انا نهار قتلوا لي كلي بارك هوية نوت قربالة وهل بلاد تنكروا الفعل الإجرامي في حق كلي بتي ودرنا عزا. اش عليكم على المدينة؟ في المدينة سيدي تتلقى بنادم شارب قديح ديال الماحية هلي ايوا منوض الهيلالة والعياط. وهاني انا في واحد النهار كنت جالس هكا في المدينة ايوا داس حدايا واحد الشكايري وبقى تيحشي فيا الهضرة ملي بقيت تنشوف فيه ايوا قال لي وبنادم يبقى يحنصص فيا غادي نخسر معاه ايوا جا عندي وقال لي شتي انا شارب 16 القرعة ديال الماحية. قلت له دخلنا عليك بالله. قال لي وعندك عشيري ايه انا صاب 16 قرعه ديال الماحيه. قلت له واش سمعت؟ سمع نقول لك كتسمع بالريصاني ولا صحراوه؟ قال لي قلت له واش تي هنا في الريصاني سكيري العيان عندنا تيشرب جوج باسطيات ديال الشراب وفي اللانوا اخرى من الشربه وهبط للسوق يضرب الكربه وما تقولش يسكران كاع وما يتحتاشي سي الله يعفو عليك 16 قرعه ديال الماحيه راه حسين عندنا في البلاد تيديرها غير ديزير في اسياتنا المدينة حكارة. الا كنت يدري ويش هز كلمة وابنادم تيتسرق ويتقطع قدامهم وحد ما يتحرك والو. حنا في الريصان يقول شفر وقالك في حالك ويحش العوان وشفر الى نقبض السوق هل يسير فيه بكيلو ولا جوج هل يبونيه هل يركلو والله واخا يكون هز ما ركالاشي ميسوطو فيه. واحد ما سيدي كنت حدا الرحبة ديال الشياء في السوق ايوا وجاب الله قبضو على السوق واحد الشفار براني تيسرق ايوا وبقاو عليه بلاصة ودك وجا واحد الراجل شيباني على حمار ورقاهم.